وسهلا وبقلبي انت علي عبد الله صالح وكل اليمن، كل الأمة العربية، بس باليمن وصرت تعرفوا أطش وأبهل مني ما في. اشتريتها بإيطاليا حجر ولا جرن، ما جبت جرن معي لأنه في بخور يا حبيبي، بس بولع بخور وبحط فحم، مش منها فحم من الحطب وهي. اشتريته ب 300 دولار، رحت على اليمن حقه دولار. صف عمري قلت له احمد لابنه، قلت له ليه قطش مني ما في كيف هيك، لانه رحت المشلول مشي، الاعمى صار يقشع وكله وكله، لانه باليمن في طناجر مثل ما قال زكريا، هذا رمز المسيح جسديا انصلب، شبه له بدون السياره، قال لهم خذوها، انا عشت مع دهش سنين، حط راسه هيك خبرتكم، في طناجر من حجر، وقت اللي بتحط جسد يحيي العظام وهي رميم، نعم، مين ما مريض بعتوا جيبوا من اليمن حجر. انا امي من 100 سنه عم بحكيكم، كانوا كلهم بدوما يدقوا اللحمه بجرن حجر، وقديش اللحمه تروح امي عند اللحام او بيي، هلا يقولون حكيم حط ورقه ورقه توت، وهي شقفه اللحمه هالقد، مره بالجمعه هيدي يعني زويت، او مرتين بالشهر، ما ناكل بقره لحم بقر، معزه او خروف. جينا على بيروت، ابن عمو لبيي قربت مره كل نهار احد يعطي لحمة، أمي تروح تشتري اللحمة من هول اللي أخذوها كلهم، كل يوم بتاكل لحمة كلاس نحن. قال لي يا أمي، لأمي لروز، كان معك سل وصحيتي من وراء هالتنورين بلعه هوني، هلأ بتعملي سرطان إذا بتاكلي لحمة كل يوم. ميتت عمرها 47 سنة. فإذا قل لي ماذا تأكل، أقول لك من أنت. متر قماش بغلف وبين النقاش بنعرفك، ومتر قماش بلا جيبة كفى بالموت واعظا. اليوم هالكرة الأرضية كلها عم توقع، انتبهوا، غذائكم دوائكم ودوائكم غذائكم. نرجع إلى الأنبياء واتركوا الأغبياء، ما فيك تغير العالم. إجا واحد لعندي بدي غير العالم، ورقم تليفونه مدري كفوه وأنا تعيب، بلش يفرجيني، قلت له انفل ما نضيع الوقت، بدو يغير العالم، رح يبلش يغير لبنان هيدا استكبار وغرور وجهل. كل واحد يغير نفسه. إذا أنا بضوي شمعة، أنت عندك شمعة وشفتها مضوية، صرنا اثنين. بس الشباب صوروا بيت مريم وهلأ صار أفقر وهيك عم بعطي أشياء، بدي روح قال له لا تملكوا حتى تنفقوا في سبيل النفاق أو الوفاق، ما ترموا مجوهراتكم للخنازير، انتبهوا، كونوا أنتوا الجوهرة. تتذكروا وقت اللي قال له بدي اتعرف على نفسي، قال له روح عند الجوهرجي، روح الجوهرجي الحقيقي هو اللي بيعرفك على نفسك، لا تروح عند المقلعجي ولا عند الكندرجي ولا عند الخضرجي ولا، روح عند الجوهرجي. وين ما كان موجودين كل أمة العرب الصوفية قبل كل الديانات، هي الجوهرجة على منابر من نور في لحظة القيامة، الآن هو الزمان والمكان موجودين. فإذا ننتبهوا شو بتاكلوا، مش بس الأكل والطناجر، وأنت اللي عم تطبخي من قلبك وبس تاكلوا، أدب الحياة، مضغ 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 مضغ، مش عم تاكل عم تاكل عم تشتري عم تحكي مع عليك عم تحكي مع عليك عم تحكي مع عليك عم تاكل عم تشتري. بي أوير، عندك يقين، يقيني يقيني. هلأ وقت الأكل بتقعد زاوية وبتاكل، نحن قوم لا نأكله أقل شيء ثلاثة، ما بيأكل أنا قدامكم أو بعلوك، شفتوا اللي عم تعلوك شو صار فيها، من شو معمولين، يوز كوندومز، ويك أب، وات أر يو دوينج، خلاص
كان عندنا لبان كلنا بس 10 دقائق بعد الأكل. ليه؟ لأني ما مضغط الأكل، وقت اللي بتمضغ الأكل أنسولين بيزيد بيهضو المعدة يلي بيت الداء والدواء. بس أمي تقرأ؟ لا تقرأ، ما تبعثوا لي ابدا ايميلات اندرسكور ماندرسكور فاندرسكور كبوا تشك 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 كبوا. بحب ساعدك انا دخيلي، ما بدي ايموشن، بدي ايموشن ما بديهم، ما عندي وقت. فاذا مثل واحد يعني قال اخذ مرته وراح لعند عيد ميلاده، راح على البب على شي مطرح اخذ مرته مو معود. تيجي وحده بتوشوشها بتقول لها لكن خذي منه سلف لأنه ما بيدفع. قلت له مني هاي؟ قال لي يعني شغيلي هون وهيك. بعدين اجت وحدة تانية قلت له قمت نروح. قعد بالتاكسي قال له بتحب تروح على نفس الأوتيل كل ليلة؟ تاني يوم الدفن. ما فيك يعني الكذبة بتموت بلحظتها لو ضلت مليون سنة. كل واحد يا حبيبي يظل الإنسان في هذه الحياة مثل القلم الرصاص تبريه العثرات ليكتب بخط أجمل ويكون هكذا حتى يفنى القلم ولا يبقى له إلا جميل ما كتب. قال لي أنت المبراية عم تبريني. قلت له إذا ما بريتك ما بتكتب، وأنت المحاية بتمحيني، وإذا ما محايتك ما بشيل الغلط. تبريني وبتمحيني وأنا الألم وأنا الورقة وأنا المبراية والمحاية. انتبهوا كلنا هيك. هلأ في بدوما ببلعة بتنورين شيء اسمه بلعة، يعني كان في هون شيء مدري شو انشقت الأرض وبلعته. مرة بالغلط ميتشو فات على هالكرة الأرضية برزخان لا يلتقيان. قالوا له منحبك كثير ما رح نأذيك، بس ثاني مرة حطوا بني عاد معروفين رأسهم قد هالأوضة جمجمة كبيرة هي موجودين وين ما كان. هلأ هالعلم اللي عم يرجع يجي هو من البلوع، انتبهوا في منهم بالبلاد المتن بعيدة بتزت حجر بيختفي. كلنا عنا مغارة جعيتة وهو موجودين. هالعلم كله محطوط على بيت الله، كلهم بالكتب اللي مريم عم تكتبون، بس مريم تحلم الألم وبكتب حدث هيك فايض. كلكم عم تحكوا من خلالي وأنا عم بسمع من خلالكم، كلنا متواصلين مثل خيط المسبحة. هلأ رح فرجيكم هالسر يلي عم بيحكوا بالعالم. ومريم ما تحكي انت، ما بقدر اقول كل شيء، بحترم جهل وبحترم الادويه والمستشفيات وكله واهل السياسه والنجاسه والدنيسه، ولكن بالبيت ما حدا في يمنعنا. اهلا وسهلا فيكم على البيت وعلى الموقع اللي راح يكون، وكلكم بدكم تحطوا صدقه، الذين جاهدوا باموالهم وبانفسهم بالصدقات وبالزكاه. وحدي بامه العرب، مين شو قال لي بالعالم؟ لأني تعلمت منكم. إذا بناموا معي دولار بتحاسب عليه. مريم كيف بتجيب الساعة 3 4 5 الصبح؟ بتجي الفكرة؟ ماني نايمة، ماني نايمة. بعد الظهر أوقات هيك بغفى هيك وتيابي بصيروا حبر يعني. لأنه لا تملكوا حتى تنفقوا، وتعودتوا علي وهذا الكفن يعني ما زالوا نظيف. هلأ لايكوا هالصور. بشكركم يا حبيبتي. انا اذا بعملهم هيك بقول لي اعملي يا هيك الصوره، هاي سمكه شوفوا شو اللون. انتبهوا رح شلونك بنقول بسوريا. ها هيك شلونك؟ شو هو اللون الاحمر؟ اي لون؟ أي متى؟ شو الأزرق؟ سمكة
شو رسم المسيح؟ سمكتين. ليه؟ الضاد. شو لونه؟ رح تشوفوه. هلا هالخمس ألوان، فجر، الظهر، العصر، تراب، المغرب، العشاء. بالعشاء وبالفجر وقت الآن صار يقول برموا حالكم بالثلج. نحن روسية هون، فهمت؟ نحن مش دين، عم تنشر الإسلام. قال لهم ما بعرف شو الإسلام. بيري فيري أيفانوف، وفي عمران أيفانوف، بيري فيري. تري هالفترة تبرموا حالكم بالثلج. اوه بردان وسلامة، اوه ما بيتحمموا. في اسرار ما بقدر اقولها هون، بس بالبيت بتشوفوها وبنحكي فيها. هلا نحن عم نقول السوكلين هيدا. هلا هالخمس حدود هن الخمس صلوات يلي متواصلين. طلع البدر والشمس والقمر والنجوم والهلال كتار. هلا بيقولوا لي مريم أنا بدي أكون مسلم لأنه الإسلام. أنت مسلم يا أخوتي، المسيح وأسلم الروح. الإسلام هو الفطرة، هو الإسلام الإيمان إذا الناس من الصادقين، وبعدين الرحمة. خلاص هلا هون عندنا ما في فرق، هيدا شربل وهيدا محمود وهيدا محمد وهيدا إلي وهيدا ما بقى نسده. هيدا الجيل خلصنا فيه، إجا التوحيد وإجا الفهم والعلم. هلا نحن عندنا السوكلين البطن الضيف، هيدا أحلى من السوكلين يا تيتا، بس أنا ما عرفت صورها. هون في عصفور شو ما بدكن تسموه بلم الزبالة وبيجيب بحطها هون، هاي حقيقة. الطبيعة أصدق مني، ما في حيوانات مريضة، ما في نفايات. ونعم مهضوم كمان، محشش. قال فك باب بيته وماشي فيه. واحد ماشي في الشارع قال له انت شايل الباب كده ليه؟ قال له موديل للنجار، بدي ودي للنجار تيصلحه. قال له الرجل طيب مش خايف حد يدخل البيت ويسرقه؟ قال له المحشش ضحك ضحك ومات على روحه قد ما ضحك من بهلته. قال له لا. قال له يا حمار حيدخل ازاي والباب معايا؟ هي فيها حكمة، كلنا محششين. لأنه ليش عم نقتل بعضنا لو ما في المحشش وحمصة وأرتين وكلهم بكل بلد، البلوند بأمريكا وهيدي هون وهيدي. ليش هالدمار؟ واي وور؟ كل هالكتب إنجليزي عربي محطوطين على بيت الله، وقريبا بكل واحد بيعمل موقع حلو منيح كل الكتب في عندها مكتبة بعقلية. كل الكتب بعتوا لي عم تعملوا مواقع حلوة، خلاص بتوقع وبترتفع. إذا بتحب المسخي نتزوج فلسطينية، وإذا بتحب الكبة بتاكل كبة طيبة كتير كانوا يعملوها بالجر. تجوز وحدة سورية، إذا بتحب شوربة العدس اللبنانية، إذا بتحب الحياة لا تتزوج ولا تتورط. وفي مطعم بنص البلد هون عنا بيسويهم كلهم وعامل تنزيلات. قروا كتاب ما بعرف يا حبيب قلبي، ما بقدر لكم شو في بهالكتاب. شو حطينا اشياء بتضحك وبتبكي وبتتأثر وبتغير حالك وبتقول حقيقة. نعم يا ريت بعرف اقراها، بس انتوا افهم وانا رح اقرا وتشوفوا. قصة حقيقة وكلنا بنعرف بهاي. اسكتوا الاغراب، يقطع عمرك قطع انت بومه. وانت وانت انا طاووس وانا هيك وانا هيك وانا هيك وانا هيك. هاي شجرة اسمها شجرة الحياة، موجودة منا بامريكا وين ما كان. هون كان اسمها الجميزة. نحن تركيا حكمتنا 450 سنة يعني، وسوريا دايما لبنان محكوم بلد صغير.
بس اجوا بدهم يقطعوا الجميزة، اجوا الاولاد وغمروها. اللي بده يقطع الجميزة يقطع ايدين اولادنا. إيه هلا بنقطع ما في شجر بقى بيروت. انا عيامي من 60 70 سنه ببيروت الاشرفيه، ما كان في هيك. ما شو هيك حفات عراق؟ يا الله يا الله يا الله، صرنا غابه من البيتون. يا ريتها بيتون، ما ادري ايش بيقولوا لها. راح اقراها انا وانتم افهم. وسط التلال العاليه في غابه خضراء، وخضراء لونها احلو كثير، وشجره اسمها شجره الشجرة الحكيمة، وشجرة كبيرة كل الحيوانات بتجي تاخد من علم ومعرفة تستشير ببعض الأمور، كما إنها كانت تعطيهم الدواء وتعالجهم من الأمراض. وفي أحد الأيام شعرت هذه الشجرة بأن الوقت الرحيل رح ياخذها. يا الله، هلأ أعطيتكم علم وكل شيء، بس تعالوا كلكم بدي إلكم شيء قبل ما أنا أروح. وقد حان الوقت الآن لتودع العالم وترحل إلى عالم الظلام، فيجب عليها أن ترى الحيوانات وتوصي كل واحد منهم بأمر معين. طلبت من الغراب أن يذهب ويدعو الحيوانات إلى اجتماع. راح الغراب وبلش يحلق عالي كثير ويقول له انت تعو انت تعو انت تعو. رأى الثعلب يقف أمام نهر، ذهب إليه يخبره بأن يذهب إلى الاجتماع. بس شافوا الثعلب اغرب عن وجهي يا نذير الشؤم، بدي أقطع لك راسك أنت وجوانحك بدي أطشه. استغرب الغراب، جاي تخبر خبر يعني ليش بدك تعمل هيك؟ قاطعوا الثعلب قال كل ما بشوفك انا بشوف مصيبه وكارثه فيك، نبر في من هون، ابتعد عني، ما بدي تخبرني بغير شيء، بكفيني مصايبه. طار الغراب وقال بنفسه لماذا تكرهني الحيوانات ويعتقدون بانني نذير شؤم فيبتعدون عني ويتجنبونني. راح الغراب الى الطاووس قال له يا سوسو. مرحبا يا سوسو، ما جاب الطاووس. مرحبا يا سوسو، ما جاب. فات عم بيته الطاووس، سكر الباب وقال له فل من هون. قال طيب بروح عند الارنب وكمان وعند الحمار الوحش وكمان، وكلهم طردوا وكلهم انت غراب بومه وجهك نحس. رجع عند الشجره وقال له ليكي كلهم عملوا فيي هيك، انت بس بتحبيني. قالت له ليك هلا انا بدي اعمل حكمه كبيره، ما تجي بس انا عيط لك بتجي. هلا بيجوا كل الحيوانات انا بجيبهم وبحكيهم، وبس انا اطلبك او انت بتجي. روح. طردته وسكرت الباب. قالت الشجره الحكيمه ما عليك شيء يا كوكو، ما عليك، روح انت اخر شيء بدك تكون، انا ببعث وراك وبجي. كلهم واجوا تيودعوها. ايتها الحيوانات، اريد ان اخبركم بانني بدي اختار حدا يكون مطرحي شجره حكيمه. وبلشوا يستكبروا، انا الطاووس وهيك حلو كثير، انت الطاووس اقعد على جنب، أنا مش قنت الطاووس. صاروا يستكبروا كل هالحيوانات، أنا بدي أكون الحكيم مطرحك، لا أنا بدي أكون هيك، لا أنا بدي أكون هيك. قلت له معك حق معك حق خليكم، معك حق معك حق خليكم، وأنا اللي بجيب الفواكه وأنا اللي بجيب العطر وأنا اللي بجيب هيك وكلكم. نعم أنا أكبر منك حجمي وأنا هيك. والشجرة تقول معكم حق معكم حق، رجع بسمع لكم أكثر بس خلينا نحكي. كلهم جاوبتهم بكل تهذيب وبكل أدب، وكلهم اجى الثعلب واجت الحمير كلها وكلها، مين بدك تختاري؟ قالت له انا رح اختار، ما انا الشجره الحكيمه بهالغابه وانا اللي تعلمت مني كل هالعلوم. معك حق، صار هي الا سامحيني وهي الا سامحيني وهي الا سامحيني، معك حق، تعلمنا منك تعلمنا منك تعلمنا منك، معك حق انا اسف. بعدين قالت لهم أنا رح أختار اللي أنا بشوفه إنه بيقدر يكون مطرحي. إجا كوكو، إجا الغراب. قالت لهم ليكو هالغراب أفضل منا كلنا. سكتوا كلهم. في بسينات وفية وفي بسينات لطيفة وفي بسينات شرسة، فإذا مش كل واحد بتعطوه لقب بينطبق عليه، كل لقب مطب. انت مفكر لحالك لانك طاووس يعني انه هو الذكر، انا احلى من الانثى وانت هيك وانت هيك وانت هيك. شيلوا الاستكبار، الغفران اقوى الانتقام. سكتوا كلهم وطلعوا كلهم بكوكو، سمحنا
سامحني سامحني سامحني، عدو كلكم حبدي. قالوا له بس بدنا نسألك، نحن منين تعلمنا هالاستكبار وهيك وهيك؟ الإنسان الله عطاه خيار للإنسان، قال له أنت المصطفى وأنت المختار، فيك تكون من الضالين فيك تكون، ورح ضل حبك. الله خلق الشر وخلق الخير، خلق الشيطان، بس بالطبيعة ما في شر وخير، نتناغم كلنا هارموني، تناغم بكل الفصول. نحن بلبنان بيقولوا بين تشرين وتشرين في صيف تاني، خمسة، نحن خمسة حدود، في ناس بيصلوا بالخمسة، في ناس بالثلاثة. شو هاي ثلاثة؟ انت بتشوف ازرق، انا بشوف اصفر، انت بتشوف احمر، انا بشوف لون التراب، انا بشوف لون المعدن. بهالخمس فصول متناغمين مع بعضهم، مع كل الاكوان، كل المجرات، كلنا اخوه مثل المسبحه، ما في حبه مثل الثانيه، بس هيدي ray of light، هالنور جمعنا. الله نور السماوات والارض، ونفخ فينا من روحه، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أيتها النفس المطمئنة عودي إلى ربي. فإذا نحن تعلمنا من الإنسان سامحنا. هلأ القانون الكوني، أنا ألف نون، نحن بنقعد بالترين ومنروح منتفرج عجنينة الحيوانات، خلص مش منزربون، هني صار عندهم مثلنا، كذبوا ونفاق وشذوز وجرام لأنه حبسناهم. ما بيقدر الكلب يقعد بالبيت، ما فيني إلكم الكلاب عنا ما بتصدقوا، جربتها أنا، بس الكلب يصير يجعور لبو الصرمية. خبر جيرانه، ما تكوني بهلين قبله، سكت، خاطبوا الناس على قدر عقولهم. فتحت هيك بالمقلوب، اهلنا كانوا يقولوا مقلوبه هي الاكل اللي بالصرميه، مشان هيك اخلع نعالك اللي تراني يا حبيب قلبي. انا هلا مثلكم، بس وحده سب الاسلام بقول يلا وقع بالجوره، بقول له انا كنت اكثر منه، ما افهم شيء. صحيح هذا هو الإسلام يا مريم، هذا نقطة، ماشي، ما فيك تحكي الحقيقة. Nobody can teach it, you can catch it. ليش عم نقتل بعضنا؟ سني سني، شيعي شيعي، كاثوليك بروتستانتي، مدري شو. في بلد بلبنان 17 كنيسة، ما في واحد بيحكي الثاني. صارت كل علماء شرعوا العلماء، منا تخرج الفتنة وإلينا تعود. مساجدكم عامرة في البنيان خالية من الإنسان والإيمان. عم فتش على إنسان، أنا مثل ديوجين هلا هيك حاملة قنديل وماشي. قال له بس انا الاسكندر الكبير وانت ديوجين شحات. قال له بس نوصل على البيت بنعرف مين الامبراطور ومين الشحات. اشهدوا مش اجحدوا. انتبهوا، انت الشهاده، يو ار ذا ويتنسينج بروسيسينج. كل دقيقه عم نتغير مثل النهر، النهر ينهر الالوهيه ذا جادلينس، بنتغير كل لحظه. كلنا بطلب من كل بلديات لبنان، كل رئيس بلدية، ما تخافوا الشباب بياخدوني، يعني ما بدنا شيء، بس نحط علم أبدان وأديان. كتاب اسمه معين الدين الشستي، أمروا يقتلوا لمعين الدين، قلت له ميت 1200 سنة جسديا، بس هو حي أحياء عند ربهم يرزقون. الحقيقة ما بتموت، إلى جواني حك بتطير لعند أصحابها. وهكذا رحلت الشجرة الحكيمة إلى عالم الظلام. انتبهوا، الظلام والظالم والظلمة، وبكل لحظة في ظلام وظلمة ويقظة. موتوا قبل أن تموتوا قال الحبيب، برا ما بقى في محمد الحبيب، يا روح الله، يا حبيب الله، يا كليم الله، كلنا
عيال الله، كلنا عائلة ملكية. كل ما بتشوف واحد اليوم قول هيدا أنا، هيدا نحن، كلكم كتاب الباب، كتاب الباب، أنا نحن. لو ما في باب ما في مدينة. بتفوت من هالباب 11 3، واو هلأ صارت. بعدين تطلع السلام عليكم وعليكم السلام، العكس تمام. فت جاهلة، فت لجوا شو هي، ما في خبركم شو شفت. بتطلع لبرا من سمائهم تعرفونهم. هلا هون اللي عم بيحطوا حلق، انتبهوا، شلو هيدا غير هي هالعلم. نعم حطوا أنطون سعادة. ومين حكي عنه لأنطون سعادة؟ بودا من 3000 سنة. مين عمين حكي؟ عن الإمام علي، ربع تربع مضغ 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 مضغ. وينني هالأربعة؟ ها بدماغة أربعة، بالجوزة أربعة، أربعة براس العقل مش عم بيطلعوا بقى لأن النيرة لب القلب نيفر. انتبهوا، حبلة ومبين بطنك ومزلطة وحتى تاتو هون، من هون خلق ومن هون بيموت. بيطلب الاستخارة بتشيله. فإذا نرجع إلى علم أبدان وأديان، 1 و 1 و 2 و 1 و 1، ما تتطرفوا، فوتوا على علم الصليب، لقيمات يقمن به صبح.